السلام عليكم. تجربة بسيطة لموضوع الذكاء الصناعي، ازاي يتعرف على حاجة معينة في الفيديو وان هو يشيل الخلفية بتاعتها واقدر اركبها في اي فيديو اخر. اسمه runawayml.com. تبدأ تقول له انا عايز مشروع جديد، تمام، وليكن مثلا الفيديو اهوت، طيب الفيديو دوت عايز اشيل الخلفية وخلي بس الشخص دوت، فهقول له ان انا عايز اتعامل مع الجرين سكرين، فبيقول لي حدد الشخص، فببدأ احدد الشخص بالشكل دوت، طبعا وشه هو كده اتعرف على الشخص، فاقول له done masking، فحذف الخلفية واقدر احط بقى اي حاجة انا عايزها. يعني ممكن تعمل ابلود لصورة او فيديو من عندك، تمام، او ممكن اقول له مثلا ركب لي صورة معينة، ممكن تحط مثلا صورة عربية، ممكن صورة خلفية مثلا اهي كصورة، خلاص هو عمل لك الفيديو اهوت. والحركات اللي الشاب ده كان بيعملها أصبحت موجودة على المكان دوت اللي هو الجبل. ممكن نخلي حتى نصها في مكان ونصها في المكان آخر، وهو يبدأ يتعامل معاه.